بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة أتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم منك راحية طيبة كأن رأيت جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تأتى الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم منك راحية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تأتى الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم منك راحية طيبة كأنها راحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لبائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي وبدعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد.
فقال الله عز وجل يا ملائكتي وصيب ويا سكان سمواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبر لما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جم من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال علي إذا والله فزنا وفاض شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جم من شيتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى إلهي بيق ظهر أبيها وبالها وبنيها سر المستعد فيها بار اللہ تجھے واسطہ محمد وال محمد کا تمام حاضرین و غائبین کے حاجات کو پورا فرما پروردگار تجھے واسطہ محمد وال محمد کا بانیان جشن کی روزی میں کاروبار میں ترقی عنایت فرما پروردگار تجھے واسطہ محمد وال محمد کا جتنے بھی مقروضین ان کے قرض کو غیب سے عطا فرما پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو بھی مریض ہیں ان کو صحت کلی و شفاء کامل و عاجل عنایت فرما پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس کائنات کو اس وبا سے نجات دلا جتنے بھی مریض اس وبا میں مبتلا ہیں ان کو صحت کلی و شفاء کامل و عاجل عنایت فرما پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جملہ علماء اعلام مرجع اعظام بالخصوص آیت اللہ العظمیٰ سید خامنہ ای آیت اللہ العظمیٰ سید سیستانی کو طول عمر بابرکت عنایت فرما پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے آقا ہمارے مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا